يسعد اوقاتكم حبايبي، مثل ما عودناكم كل يوم فيديو جديد واكله جديده. واليوم رح نعمل الفطر باللحمه مع البصل. طبعا هون عندي الفطر، انا رح اقشره بهالطريقه هاي. عندي طبعا هاي كمية الفطر، هي عبارة تقريبا عن نص كيلو من الفطر وبصلة وشوية لحم. انا حاطة هيك البصل وفرمه بالمكنة هاي. رح افرمه بهالشكل هاد. طبعا انا هون انتهيت الفرم البصلة. صارت جاهزة هلا. رح بلش تقطيع الفطر بهالشكل هاد. انا طبعا الفطر كله قشرته وجهزته. Thank you.
الفطر هيك صار كله جاهز مقطع بس الشكل هاد. طبعا انا هون حطيت مي وراح كبت هون الفطر اللي قلنا. طبعا مثل ما انتم شايفين انا ضفت هون الفطر وراح استنى. هنا طبعا انا هون حطيت معلقة سمنة راح ادوبها. راح اضيف كمان البصل. طبعا البصل بخليه يقبل شوي. وبعدين نضيف اللحمة. هلا انا بحط اللحمة البصلة بهالشكل هاد. انا طبعا الفطر بعد ما غليت عليه غلوتين غسلته وصفيته بهالشكل هاد. هلا رح نضيف اللحمة. طبعا مثل ما انتم شايفين اللحمة مثل البصل راح احطه. راح اضيف كمية الفطر. حط معلقة فلفل. معلقة ملح. نحط معه حط فلافلة. ما رح حطيت لأن الفلافلة كتير بحبها. نحركها. طبعا انا شفت عن اني مساعد بحاجة للملح. أنا ردت بس الملح. هلا أنا غطيها وهدي عليها شوية بعد.
لحتى تستوي. وطبعا هيك هذا هو الشكل النهائي للفطر باللحمة والبصل. صحتين وعافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني من لايك والاشتراك. يعطيكم ألف عافية.